قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليدع له بالبركة، فإن العين حق. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أحمد. أستغفر الله، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أستغفر الله، أستغفر الله.
زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فر من الزحف. رواه أبو داود. أستغفر الله أستغفر الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وأغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وفي رواية: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وفي رواية أخرى: فتحت أبواب الرحمة. وفي رواية الترمذي: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة حتى ينقضي رمضان. فاللهم برحمتك اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. حسين سبط من الأسباط، من أحبني فليحب حسينا، أحب الله من أحب حسينا. أخرجه ابن ماجه وأحمد والترمذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء.